بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. بارك الله تعالى في مقاصدنا في مقاصدكم. دي كنا وملا عبد الرحمن. وإذا تمهد ذلك ففاعل بفتح الفاء وكسر العين من مثانيه حرف حلق كفاخذين يجوز فيه ثلاثة أوزان. أحدها فخذون بحذف حركة العين للتخفيف، وثانيها فخذون بكسر الفاء وسكون العين بنقل حركة العين إلى الفاء، وثالثها فخذون بكسرهما معا على اتباع الفاء على اتباع الفاء للعين. اتباع اتباع الفاء للعين. اتباع يعني بخوي ودويك، اتباع يعني أتو ودوي بدي اتباع تاكا. دلا وقتی که او متمهد بو یعنی وقتی که زانی من او زانکان چن بینایکانی سلاسی مجرد چند نو چن و او من کود که بعضی چان رد دکرین و ولای بعضی چان چاکه وقتی که او متمهد بو دام از را یا و ایزا تو مهد زالی که دام از رین درا او چاکه هر دو چند بن او فپید دلم فد بيجمتا ففعل فعل بكسري فيو فتحي فيو كسري عين تاك الثلاثي مجرد يجي كساني كي حرف حلق بي البتا وكو فخيز سي وزني تدا هيا سيدي كي يعني متوجب يجوز فيها سي وزني ديك غير خوي ايشان فخذنا بحذف حركة عينكي لبر تخفيف دو مكف خذنا بكسري في وسكون عين واتا كسري بلا كسري في كي لو يبيداد بك نقل حركة عينكي لكين ولا يفاكي نقلت كر خد بخد ساكي دب دب تفي خذ سيمكش سيمكش في خذا بكسري هردو كان ويقرأ بر أساسي اتباعي فيكي تاكا ادبو او تيرا بيج علايبا بكسرهما معا الو يبا تيركا قهر دايدنا نقد واي علاي حالي بون او تابا كسري هردو كان بر اساسي ودواداني فيكي بو عينكي تابع كردني فيكي بو عينكي دا حركة دا تابعي ويدكي بس دزلا حركة عينكي نادين فقط في كي اتباع دكين تابعي دكين دي او وانا متن ها واو كان بتني تاكا هذه الزينة وثانيه حرف حلق كشهيدة وكذلك الفعل الذي على هذه الزينة وثانيه حرف حلق هل وايا فعل جيك لسر وزني فعيلي بيا وسانك حرف حلق به وكو شهيدا اويج هروايه اويج او سفر عني تدا درسته يجوز فيه يجوز فيه دي يجوز فيه الفروع الثلاثه المذكوره هذا الشهيدا شهيدا شهدا وشهيدا شهدا وشهدا ابن شوار بابا ونحو كتف مما هو على تلك الزينة وليس ثانيه حرف حلق يجوز فيه فرعان من تلك الأمثلة من تلك الثلاثة لو دو فرع لو سيانا أقع حرف عين الفعل نبي عين الفعل كي حرف حلق نبي دي أحدهما كتف بسكون العين من غير نقل الحركة وثانيهما كتف تاكا نقل حركي ناكي ساكيني دكي حركي حزب دكي تاكا دي وثانيهما كتفون بنقل حركة العين إلى الفاء ولا يجوز أو ثالثي تدا دروز نكربة الرابع بهرسي كانوا ولا يجوز فيه ال... ولا يجوز فيه الإتباع الجائز في مثانه حرف حلقين حلقين جائز نيتي دا إتباع يعني فاو الفعل كي تابع عين الفعل كي بكي كجائز بودو شويني داكا دو اسمي داكا ثاني كي حرف حلق بيه جابو أقع حرف حلق بي أو إتباع الذكري وجائزة وأقع حرف حلق نبي ناكري فرقان سيا والفرق والفرق أن الحرف الحلقي لقوته يقوى على إتباعه ما قبله لنفسه حتى يحصل المشاكلة
حتى يحصل المشاكلة التي بها يجبر كراهة النقل من الأخف الذي هو البناء الأصلي إلى الأثقل. هو البناء الأصلي إلى الأثقل الذي هو الإتباع بخلاف غيره، فإنه ليس مثله في القوة. دل فرق النوايا حرف عين الفعل كحرف حلق بي والنبي حرف حلقي لبروي قوية يعني سنجينا قوتك أويا ساكا قوية لبر قوتك قوتي بويد الشيك مع قبلك بكات تابعي نفسي خوي ساكا قدرتي هي بس إتباعي ما قبلك يبو خوي دي تشيب ولا يخوي ساكا جاء هتاوك وحاصل بيني نتيجة أويد بيت أواج إتباعك حاصل هو بوي حاصل ببي مشاكلة بوي أو قوتي إتباعي هي بوي حاصل ببي هاو الشكلي ده حركة ده هاو الشكلي شي كجبران ده كريتوا تاكا بوسيلة أو مشاكلة وهاو الشكلي كراهتي انتقال لأخف راك بناء أصلكيا ونيا بناء أصلكيا شنك بناء أصلك فتحيا ونيا كراهتي انتقال لأخف راك بناء أصلكا بناء أصلكيا ولا أسخلكيك إتباعك يا ونيا أجر بلا حرف حلق بو وكو فخيث ونيا فخيث حرف حلق بو لبر أوي قوية حرف حلقك قدرتي هي ما قبلك إتباع خويبك بو إتباع كدنيك هادو كان مكسور بون أو كراهتي نقل لأخفرا أخف كده بنا أصل كيدا هيا فتحك لا أخفر كده بنا أصل كيدا هيا ولا أسقل كيدا إتباع كيدا هيا تي كراهتي انتقال لا أخفر ولا أسقلي أتو أجر فتح بو كرت كسر لا أخفر دي بو أسقلي فخذ أتو فيك كمفتوحة مكسور كر لا أخفر دي بو أسقلي أخف كده بنا أصل كيدايا كفتح كيا أسقل كش ده حالتي إتباع كيدايا جاو دل أخف كبنا أصل كيا مسامحي كده أخف كبنا أصل كنيا أخف ك دبنا أصل كيدايا ساكا بلا ياهر بنا أصل كش أخف لبر أخفوني فتح كي ساكا ولا أسقل كي كأسقل ك بناء حاصل لإتباعها آوة والحاصل فخيز أصلك وخفيفة في خيز حاصل لإتباعك وسقيلة لأخف راءتها تيب وأسقلي شاكا لو أخف رابو أسقلي كهاتوي دي حرف حلقك قوتي هي أو إتباعي بك وبوي مشاكلة بيدا بيو بو مشاكلي جبراني مقدارك لا كاركي بكريتوا جبراني كراهتي انتقال لا أخف را بكريب ولا أسقلي أجهر انتقالت كردوا أقلا انتقالك انتقالك معقولة يعني كسرية أو كسرية برق جبران دبيتوا نك خفيف تر حاصل ببيع يا بأندازيوي خفيف حاصل ببيع أو يبيدا دبي سقيلة ولي تلك مشاكلة تدايا شاكد مقدارك جبراني أو انتقال لأسقلي رابو أخفي رابو أسقلي تدايا جا حرف حلقي لبرأوي قوية شاكا قوية قدرتي هي كما قبلك بكات تابعي خوي قدرتك شهر أويا كانتقالك في جبران ببيتوا انتقالك برك في جبران ببيتوا متوجبي قوتك اويا كا او مشاكلي ايجاد كا او مشاكلكي يعني اجا قوي نبا اجا قوي نبا جد ندا دا مشاكلي ايجاد كي ولي چونك قويا بو قوتي اقتزادك اتوجه هر انتقالت كردوا مشاكلي ايجاد كي امنظر قوتك اويا اجا حرف حلقة نبيه چونك حرف حلقة نبو خفيفة إتباعك النجب قيدناك ولي تشوك أو قوية هر نبي ك
كلا أخف في راحت وأسقلي أقلا إتباعت كربه أو خلاصة كي أوي أجهر هاتوي ذاك لا أخف كي لا الدواء ونيا لا أخف كي لا الدواء وأسقلي لا دانك دوابك إتباعت يذهبه لا دانك لا داني جوابك إتباعت يذهبه شو كلا دان بشيوازي دي كش ذكره أول كش مضموم كي هردبت لا دان ونيا بلا جاء أوى لا دانك كمقدار شيء مشاكلة يدايا أويديك أو مشاكلة بي لازمني لبروي خفيفة أجا حرف حلق نبو مصر مشاكلة مماصلة ها آه مماصلة حركة كان أو كسرة أويش كسرة بيا فيخي ها حرف حلقي لبروي قوية قويشة لسر أوي ما قبلك إبكاتا تابعي خوي بوي حاصل ببيا بو إتباعي مشاكلة شك بوصلة أو مشاكلة جبران ذكرته كراهة انتقال لا وزن أخفكي كبناء أصلكيا بولا أسقلكي كبناء سانويكيا أو أسقليك إتباعك أسقلك إتباعكنيا أسقلك أو بنايك إتباعكي تدايا بنايك أسقلا نك إتباعك تاك أسقلك به ونيا ولي بمسامحة دلا أسقلك إتباعك يا منظور لو أسقلك أو بنايك حاصل ده بلا إتباعك بخلاف غيره بخلاف غير حرف حلقي أو قوتين يا كأو إتباعي إيجاد بك ونيا قوتين لبروي نيازين يا لبروي سقيل نيا أي مجبور بيها هذا دي ونحو أضودين بفتح الأول وضم الثاني يجوز فيه فرع واحد وهو أضودون بإسكان الثاني تخفيفا نبر تخفيف ويجوز ذلك في الفعل الذي يكون على هذا الوزن نحو كرما أو أوا أو ساكن كرني دوامكي ده فعل شجداك لسر أو وزني بدرستا جائزة وكو كرما دلي كرما تاكا دي ولم يجوز الإتباع في هذا البناء إتباع عند روز جائز نكر دو عفاء الفعل كتابع به شاكا بلا اسم بها فعل به إتباع عند بجائز نزانيوا لبروي زور سقيلة شوكا لما سقيل ترى لكسري هوني لما تحريك دو عزلي دوية أو يق عزلي دوية لما كسقيل ترى بإتباعك إدي لاب سقيل دوية هدو شام ملمون ببن دي. وأما نقل حركة العين إلى الفاء أبدأ برعكسك تاكا عينك تابعي فاك لا 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 معذرة تاكا نقل حركة فا ولاي عين واتا لما كي بدي بفاك ببيت فعل ببيت علط أوتي وأما نقل حركة العين إلى الفاء دو فعلي دا دعلو دي دا دفعلي دا دي. ففي الاسم جوزه بعض تميمين ومنعه بعضهم كراهة تحصيل الابتداء بالثقيل القوي في الثقل في الثقل وهو اللمة بعدما لم يكن في أصل الكلمة وإن أدى إلى شيء من التخفيف بحذف حركة العين أما نقل حركة عينك إلى فايك عينك ساكن كبت فعل ده اسم دا بعض التميمين بزائزين زانيوا بعض الشان منعين كدوا تاكا لبر أوي لبر كراهتي بوجود هناني ابتداء بسقيل شون كذا لما بيا فاول فعلك لما كي انتقال بيا ب ب ب بلما يدس بيبكي لبر كراهتي بوجود هناني ابتداء بسقيل يجي كغذور سقيلة وكسرين قوي دس قل داك لما يا تاكا تحصيلي ابتداء بسقيل قوي دس قل دا دواء وكذا أصل كلمة كيدا نبوة دا أصل كلمة كيدا نبوة أو ابتداء أو شيء سقيلة أتوبيني تحصيلي بكي هات سن سب شيء تسر نوعك لتخفيف بع حسب حركة عين الفعل شو كجا نقلت كر حسب حركة عين الفعل كيدا بس ساكن دب بوي برخ خفت حاصل دبيا أما دي سن جي أو سقلينا قري توا أو خفتش حاصل ببي برك هادي فعل ده اسمه ده أوى
جوزه بعضهم منعه بعضهم لتميم يعني. تمام أديد فعل هذا وقد يقع في الفعل أوجه هذا بوانيك به بحساب جيغاي إيواني شينيا جيغاي ويرقولي يا جاك ويرقول وصل كدن وقد يقع في الفعل الذي فيه معنى التعجب وهو على هذه الزنة كما جاري واهيا أو نقل حركة عيني إلى الفاء ده فعلي دارو يداوى أما نكهمو فعليك فعليش كمعنى تعجبي تيدابيو لسر أوزني بي طبعا كما يقال حب بفلان بضم الحاء وأصله حبابا حبوبا بفتحها وضم الحاء حبوب لسر وزني فاعولي ولسر وزني عبودي أي تاكا وكو حب بفلان ده كتري أصلك حبوبيا بفتحها ولم الموحدة الأولى بفتحي تاكا حيكيو تمام لم بي بيكي بي أولا موحدة أولى ونيا حبوبيا نقل حركي بيكت كدوا دوا يبوتا حب با إدغام كدوا يبوتا حب وهو فعل لازم من المحبة فنقلت ضمتها إليها وأدغمت حبوبا فعلي لازم ولا مادة محبتي إلا رشي محبتي لمصدر محبتي شاكا أصلك حبوبا بوا نقل لمي بيكي كراوة بولاي حايكي ونيا ودغم كراوة بايكا دا بايكي دوام دا ونا نقلت ضمتها إليها وأدغمت يعني أدغمت دا بيكي دوام دا ونيا والمراد به التعجب مراد بو حبي حب بفلانيني هل فعلي شيك آوي لي بكر لو حبو بيدا لو فعو ليدا مراد بوي تعجبة بو إني بو تعجب ويلي ذكري شاكا فعلا بو تعجب آوي لي ذكري كنقلي لما كي بكري بو لاي فعو الفعل كي جات إدغام صورة بكري وقدير دا قلتويتي شيء إدغام نيت بيشي لازم ناك هاد إدغام بيت بيشي ونيا كرما شروايا ونيا كرما لما كي انتقال لدي دبتة كرما وليد التعجب ده نبي وكاري ناكي متوجبون فقد فعلي تعد فعل ده فعل شيء ده كبتيه معناه تعجب ده ما صار عند فعل كي ساكن ده كي ساكن ده كي ساكن ده كي ساكن ده كده إدغام هادو تبيشي لبرو مثلي كتيرين مزور إدغام بيتا بيشي يعني إتا بيشي أو انتقال دانا دا فعلي دا هيا ما دام فعلي جيكا معنى تعجب إتا دا بتعجب كشن بوي بيدا دا بيه متوجهون وأول مراد به بو فعليك لما كي لا عين الفعلك يرى انتقال درابو فعل فعلك تعجبه ولذلك تزاد الباء في فاعله لبروي بيدا فاعلك إذا زياد ذكريه تشبيه لبر تشبيه بفعل تعجب ديكا تشبيها بقولهم أحسن به في التعجب لبر شبهان دن با أحسن به يجي كذا تعجب ده دكتي أخصي غير تعجب دون يق ما أفعله يق أفعل به كبيل سرا أوش بتشبيه بويدوم بفعل تعجب يدوم بيل زيادة كريه شاكا منظور تعجب أو تعجبون كشي بقريني بيكيرا بوي بيتي دا زياد ذكري دا فاعلي كيدا هميشا أو بيتي دا يا تاكا حب بفلانين يعني تن محبوبا متوجب كرم بفلانين يعني تن مكرمة تن كريمة همو فعلي جي لسر وزني فاعلي بو انتقال داني اللهم يبولاي فاعلي كيو فاعل فعلي كيو يناني بيدا بتصيغي تعجبه أو جيشك لصيغي تعجبه يا أوا متوجبون ما أفعله أو أفعل به فعل شكل سرفع لي به انتقال الله ما كدابه ولا يفاول فعل كي يبيد لسرفع لي كي زياد كربية شاكا حب بفلان حب بزيد ونيا دي كرمة بزيد ونيا يعني زيد كريمة زور كريمة بو تعجبه بو همو فعلي كده سر وزني دبي ما دام بو تعجبه بوجنجي أي خنالي تشن تشاق مردو مثلا تشن أو فعولة شنيا أو أنا فعولة عنها يا ذاك وكو حسنة
تاكا حسنا الجزء فعل هاي تعجبة جزء أو فعل أنا كرسول نفعله انتقال الدلي حسن بزيدين حسن بزيدين يعني ما أحسن زيدين منزاو صناعية قياسية تمام بلى دي ونحو أنوشين بضمتين يجوز فيه فرع واحد وهو عنق بإسكان الثاني تخفيفا وهذا الفرع في الجمع الوارد أبت أو كارجنكي يعني أو انتقال جنكي أو فعلها الإرادة تعجبي لذكرية ذور جارة مثلا نظري كبرت كلمة تخرج من أفواههم كبرت يعني بتعجبة يعني تشن قصيشي قوريا ببي أو انتقالج معنى تعجبي هتدا إرادة ذكرية ولي أو انتقال تزميني ذكا أو كاري شاكا أو انتقال دانو بيهنانا سر في ذكا لسر تعجبي بلا ونحو أنقين بضمتين يجوز فيه فرع واحد وهو عنق بإسكان الثاني تخفيفا وهذا الفرع في الجمع الوارد في هذه الزينة أكثر لجمعه بين ثقل المعنى واللفظ أو فرع فعل بكرة فعل ده جمع كده كالسر أو وزني بيزور ترى هتا ده مفردا ده الآن كتب كتب وجمعي أسر وزني عنقية ونيا ساكيني ده كده كتب زاد جمع ده أو وزور ترى أو كارا أو إتباعه هتا ده مفردا ده بغا لبر أوي ده جمع ده زورترا شنك لجمعه بين ثقل المعنى واللفظ وهذا الفرع ده جمع ده زورترا شنك جمعك هم جمعيتي تدا هم دولمك تدا هردو شان سنجين شنك جمعك جمعي بين ثقل شو لفظ معنى جي لفظك او هردو شان ضمن فهو الفعل وعين الفعل معنى كشي وشن معنى جمعي تدا جمع بيني سنجيني معناه شو لفظي شي تدا بو تخفيف كرني دا ودا زورا شنك اگر ساكن تكر تخفيفك حاصل دبي بل تمام بل ونحو إبلين وبيليزين بكسرتين يجوز فيهما فرع واحد فرع واحد هو بلا راو السباب زانين أو حبيا سماعية تسبوا ما كنت ما قياسية داو كتبي بينا كتبي شيخي أو فعليك معنى تعجبي تدايا أو انتقال داني لما يتدايا تاكا كروما جامع اللويني أجا نقلي حركتك إنك تعجبك تدانيا ببي أوش تعجبي هر تدايا هل ما دام بلا بلا هاد لفعولي لا ذكري معنى تعجبي بقلي لفعل دي كجدا انتقال الداب وفعولي او تعجبي تدايا مثلا لا ربا ساك الله ربي بكي الله ربا او تعجبي تدايا او اي لسال وزني فعولش اخد بخد ارادي تعجبي ارادي تعجبي تكرد بيت تعجب وكو كبرت كلمة تخرج من افواههم اوايا فاس فعولا ونيا ذكري إرادة تعجبي لي بكري والصيغه دي كشكل سر وزن فعولين اي إرادة تعجبي كردي هي سر وزن فعولين تاكا لا لا ربيدا لا ربيدا إرادة تعجب كي لي كي لا ربا تاكا لا ربا هرشي اوي بو خوش خود بخل سر وزن به اراده ده بت تعجب نه تعجب او كبرت جاء او جار كانيه اگر معناي تعجبي لي اراده كرا انتقالك جائزه أجمع معنى تعجبي تدا إرادك را انتقال حركتك جائزة دميني توهناني أو بيي أو بيي بصر فاعلك أو واجبني ونيا أو واجبني ونيا واجبني أو هناني أو بيي أهناني أو بيي جائزة نق واجب بيا لقصك حالي بنتوار أها زور شاكا لي أوجر بس توضيحك آدا دين دلين هر فعلي كي لسر وزني فعولي بيه دكري إرادة تعجبي لي بكري
فعلي ديكش كلا سر وزني فاعلين به اجا قصدي تعجب الهبد يعني هنا سر وزني فاعلين كبوب فاعلا او جار جائزه انتقال داني لمكي حسب كني لمكي وساجن كنكي كرمي بك كرما يا الله ربك دك كرد الله ربا بك يا لربا ما دام هات سر وزني فاعليو إرادي تعجبت كر يا حرب وخوي فعول بي وإرادي تعجبك يا بيه إن يسر وزني فعولي بو إرادي تعجب كردن انتقالي حزب كردن يلما كي جائزة دمين يتو زياد كرني أو بيه زياد كرني أو بيه واجبني قا دكري زيادي بكي دكري زيادي نكي الجملة كبرت كلمة تخرج من أفواههم بيل يزياد نكراوا ولي ليش يزياد دكري جاء أو إليدي تومت نكا وقد يقع في الفعل الذي فيه معنى التعجب وهو على هذه الزينة جاري وهي ساكن كرني عين الفعل كي رود داد فعل شي كمعنى تعجبي تيدا بيو معنى تعجبي مراد بيو لسر أوزني بيا هندرا بتسر أوزني كما يقال في حب بفلان بلم الحائي وأصلكي حبوب بوا بفتحي حي ولمي باي أول حبوبش فعل لازمه مشتقة لمحبته نقل حركي نقل لمي بيكي كراوة إليها نقل نقل حركي نكر حزر نقل حركي عين الفعل كي كراوة بيكي أول بولاي وانيكي بولاي فاء الفعل كي يدغم كراوة دلام الفعل كي لابد حبة ولذلك لبرأوي دلام مراد تعجبة ولبرأوي مراد تعجبة زياد ذكري بيدفاعي لكي دا نقب زياد كني إلزامي يعني حق هي زيادة بكي شاك لبر تشبيه بأحسن به كصيغة تعجبه تمام دي وقوله ونحو ونحو إبلين وبلزين بكسرتين يجوز فيهما فرع واحد وهو إبلون وبلزون بتسكين العين ولا ثالث لهما قيل المراد لا ثالث لهما جاء لا ثالث لهما شند معنى لدراوتها لا ثالث لهما يعني تي يك قيل المراد لا ثالث لهما في هذا الوزن قيل المراد لا ثالث لهما في هذا الوزن فيما ثبت في اللغة الفصيحة قيل يقدر معنى لا ثالث لهما أويك أو إبل بليزي شاكا ثالث يقنيك أو وزنيها به لسر وزني فعيل هر إبل بليزمانها موزونة جديك لسر أو وزنينيا سيوم يقبو أو دوانا نية دو وزني دا البتا دو أوزانا دو كلماتانا داكا ثابتن هن للغة فصحى دا يعني دوانا داكا ثابت وجوديا دا لغة فصحى دا ندنا دنا فصحى دا زيادة لو دوانش مانايا تمام؟ دا لغة فصيح دا زيادة لو دوانا نية أو قيل قوادلا دلا مراد أو الثالث بو أو دوانانيا تاكا دا اسمي سلاسي مجردي كسابد بو لسر وزني فعيلي دا لغة فصيح دا فإن سيبويه قال شنك سيبويه كتويتي أو دليل بويدين توكا مراد أويا مراد أويا كالثالث يعني في هذا الوزن فيما ثبت في اللغة الفصيحة سيبويه كتويتي لا يعرف لهذا الوزن إلا إبيل كتويتي وزني فعيلي فقد إبيل هيا نازاندري ونازاندري أو وزني إلا إبيل نبي بلي زكاشي نكتوا شاكا هر إبيل كتوا نازاندري لا يعرفوه نازاندري منظور تيا قولك قايلك سيبويه يعني أمن نازانم لا يعني معروف نذن أهل اللغة دا هر أو نا يعني هر نيش أو دا واقع دا نقر أمن نازانم أمن نازان بيكون لا أعرفه دي لا بنما عندجي خلطيش قصان دا كان دلا أوزنا معروف نيا دنيو أهل اللغة دا وزن يغ نازان دري بو, بو, بو فعيلي موزون يغ نازان دري إلا إبل نبي أي بنو الصام شو وهو من الأسماء إبيل جزء أسماء أنا اسمه يعني وصفني وزاد الأخفش بليزن جاك أخفش بليزي شيء زيادة كده كتير بليزي شيء
إبيل أو هي جواسي بوهي كتويتي أخفش كتويتي بليزيش هيا تاكا بليز دا صفاتا دا أو صفاتا أو اسمنيا تاكا صفتي مشبهة يا بليز بمعنى قصيرة يا بمعنى جني قلبة قصيرة كبياو يا جن فرغناك للقصيرين يكتو جنيا بياو تاكا بو قصيري دا كتري بو امرأة لخمج دا كتري زيادة كردو أخفش بليز زيادة كردو دا صفاتا دا. تمام؟ بلو. منظور لويا قصكي غلط نكد لولا سالس لهما شونك وصيب وهيد داني بإيش إيش داه ناوا أخفش بإيش إيش ديكا جا لواني أخفش كدلا هر إبلي هي دا أسماء آني دا منظور به بقريني أوي بليز إشمان هي دا صفاتا دا. تمام؟ بلو. آه. وأما الألفاظ الأخرى المحجية على هذا الوزن كالإطل للخاصرة والإبط لباطن المنكب والحبر بمهملتين بينهما الموحدة لصفرة الأسنان كما حكاه السيرافي والإقط لغة في الأقط فلعلها لم يثبت عند المصنف في اللغة الفصيحة دلا خبرش ديكش ونهن أو إطلمان هي إبطمان هي فلان دلا وأما الفازي ديكيك حكايات كراون لسر أو وزني وكو إطل وكو إبط وكو حبير تاكا وكو إقط لواني سابد نبون لك المصنفي دل لغة الفصيح دا بويا أو سبت في اللغة الفصيحة امتهاوش أوانا سابد نين لك المصنفي شاهد بويا دل لا سالس لهما شن أوانا سابد نبون لك المصنفي دل لغة الفصيح دا دناوش دزان دنا فصيح دا عن أوانا تمام دل لغة الفصيح دا سابد نبون فكلها لم يثبت عند المصنف فكلها لم يثبت يا فلعلها وأما الألفاظ الأخرى المحجية على هذا الوزن فكلها لم يثبت أرى ولا أولى فلعلها كاترة لعل يبوتي أوني بوخود الله سالس يعني يتوجيه كذي كنيا غير زويك أوانا غير زويك أوانا دنا فصيح دنا أنا دلغة الفصيح داني ندي وقت يجي أود الله لا سالس لهما أوانا شن توجيه كير أو أوانا ناف للغة الفصيح دا لكن يسابدني نو أيدي لعل يبوتي والتوجيه كذي كني أو يجي إلى توجيه كان أو به شاهد توجيه ديك الشيء وابه كفرع أوانا بأصول ديك أو احتمال الشيء شنكا يطل بلين يطل بو الوزن في علم من هي وزن في قربان وزن فعل وزن فعل نمانا ذكري بلا هو فرعي وانا حبر فعل. حبر ونيا ذكري بيان كي فرع بو ويني او انا هيت يان سابدني لكن مصنفي للغة الفصيح ده تمام يطلب كلكي دلن يبط ب بنهنقلي دلن شاكا يبط حبر شاكا حبر با زرديد داني دلن غير او حبره حبره كيديكا بمعنى مركب بو جوهر بو ونيا حبر با 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 دو مهملان حي وري وبينهما بي شاكا وكو سيرافي او 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 يعني نقل كدو حبره اقيت اوج لغتي كدا اقيت دا بكشي دلن اقيت يقيت سيا بالتشديد يا بالتشديد فلغة كمان دنيار زين بالتشديد ويا يا بالتشديد والإقت والأقت 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 الجبن والقطعة منه الفلان جبن بنيرنيا هذي بو ما دلين كشف يا جوايا ما دي بنا والله هذا احمد يجدا وادنا كما هذا لا اقيد كشكه دي
أو أنا هيك يعني سابني لك المصنفي بس خلاص الكلام بو بوا نحو إبلو بيلزي إبلو بيلز أنت دا درست أو إبلو بيلزش سومي كان دا لغة فصيح دانيا أدي أوانا تشي دا لا أوانا سابدني لكن مصنفي دا لغة فصيح دا تمام؟ بلا دي ولفظ ولفظ النحوين في قوله ونحو إبلين وإن أشعر بالتعدد لكنه ناظر إلى ما يفرض وروده بكسرتين فصيحا كان أم لا ولا يخفى ما فيه من التعسف أم لا أوجع نقطه اللي يبدا دواي املاكي ما صار ياخذ ارهمي بكشك كشك كشك بينه قرود ودو منزله اسيري بستان بلا منجمد كي لا منجمد كلو كبيت كشك بنيري شر منجمد اي شو زوري منجمد كدوا دي دلا لفظي نحوي كدلا ونحو إبلين كدلا قولي مصنفي دا كدلا ونحو إبلين لفظي نحوي هل تعدد يدقيني معناه واي إيدي كشهن ومعناه واي نحوي إبلو بلزييني لغاتي ديشهن هل مشعر بتعددي أو وزني وجود كلمات دي كجلسر أو وزني بلام نازيره ولا اشتيك كفرز بكري فرز بكري ورودكي بدو كسران فصيح بيانا يعني ده نحوي ده منظوري هل لغتي فصيحني يعني نحوي إبلو بليزي خوا ده لغتي فصيح ده هبيان ده لغتي غير فصيح ده اوي منظوره ده ويدا ملاحظي اوي كدوك مفروز الوجود ببدو كسران خوا فصيح بي يانا جاء اگر فصيح بيانا مفروزي بوچيا فرزك بويا دنا فصيح جداهر النبي دنا فصيح دا دنا اگر بلاي تشد فصيح وچنا فصيح دا او دنا فصيح دا هيا يفرزو بوچيا يفرزو بوچيا چه النبي انا فرزن اگر هبيا او ملاحظي او فرزي كدوا جا دلم اگر فصيح بي يا نافصيح او عامي بكي فرضي ناوي چون دنا فصيح دا هيا مزانا او هيچ لسنا نصيب يفرز وروده بكسرتين فصيحا ساكا بلا فعجب توسيع دائريك دادي بين لا ابن حيدري بينا دلا لفظي بلا لفظي نحو دا ونحو إبل دا هاتشن تعدد يدقين كأنه نمونيدي كشهن بلا أو نحو ملاحظي كلماتي شكردو كفرز بكري وارد ببنا أو عن وجودي واقعان فرز بكري وارد بنيان بدو كسران جا فصيح بن يا نا فصيح بن خلاصة يعني نحو فرضي لغي نحو أويني غفرز بكري كلماتي لسر أوزنيها بن يجوز فيهما نحو أوانا نحو فرضي دلستكي عندها إتباع وقيل إبلون باللامي ولا أخفى ما فيه من التعسف دلا أو معنى ليدان وبعض الشراح أن أوان معنى ولا سالس لهما ليدامته دلا مخفينيا تعسفي كدو معنى ليدان ويداها تعسف يعني لا ربون ولا رويشتن ويعني في رازيني بمعنى ليدان وكي شون للا يشي دلا نحو إبلو بليزي معنى ويزورن أي شون أو نحو يعني يدي كشحن للا يشبلا ولا سالس لهما لو دوانا زياترني لو دوانا زياترني ومعنى كيوا يعني دوزني فصيح دانيا دنا دينا فصيح دا هيا شاكة تعصف بارحال بزوري بيوانانا وهو معنى وقيل إبلون باللام دي وقيل إبلون باللام في المتن تصحيف إبلين بالدار المهملة بمعنى ولودين
والمعنى لا ثالث لهما في هذا الوزن والمعنى لا ثالث لهما في هذا الوزن من الصفات على ما قال ثعلب وإن كثر في الأسماء وكأنه اختار التمثيل بهما توطئة للإشعار بهذه الفائدة والمراد بنحوهما ما كان على وزنهما ولو من الأسماء. قيل جد الله إبل بلامي دمتني شافيه دا غلط كراوي إبيديا تصحيف تصحيف أويكا كابرايكا نسخة نوسا لا مدالك اللي قراو خلاصة بغلط شو نسيويتي إبل دنا إبيدا تصحيف ونيا تغيير دراوي ويا نينشي مصنف وايكر بي مصنف إبيدي كتوا كابراي نسخة هالقر تاكا إبيلكي لبوتا إبيد يعني أصل كي إبيد بوا أو مصنف كتويتي إبيد بوا أو إبيلة تصحيفي بيا تصحيفي إبيلية بدالي مهمل وإبيل إبيد بمعنى ولودة وزور بزي وزور زقامبكا وجنان دبي ومعنى قصك أويا كدل لا سالس لهما يعني لا صفات لا سالس لهما لا سالس يعني سالس بو إبيدو بلي زينية دو وزني دا تاكا سالس يعني دو وزني في عيلي دا لا صفات يعني لا صفات لو دوانا زيات المانية أخا أقا إبيلي شتكر دا إبيد بو با إبيد إبيدي جوكو بلي زينية بتا صفات وني معنى ولودا دو صفتي نيو بردون دلا او دو صفتانا سالسي انيا نك او وزن لأسماء انيا لصفاتان او دوانا سالسي انيا هربوكو سعلب كتويتي او دو وزنانا لصفاتان نك سعلب هات بمعنى او متني كربيتوا تاكا باتكاي قصي سعلبي دلين اوي سعلب كتويتي دو صفتان لسر او وزني إيشان إبيدا إيشان إبيلا بليزا جابر أساسي قصيوي لصفات عندها رو دو وزنها أوج أوي منظورة كذا لا ولا سالسة لهما هما أنا قصيك سعلب إشارة بيكر دو كتويتي دلا إبيدو بليزو سالس إيشان ندا صفات عندها أو دوانا هاتش منظورة دا أسماء عندها شاك أوقتي أسماء كان دبنا أوانا جدي كي إطيلو إبيتو حبيرو ومو اسم أوانا وكأنه اختار التمثيل بهما توطئة للإشعار بهذه الفائدة وويدة شبوية راز مثالي بودو وصفانه هنا وتو مثل مثالي باسمنا هنا وتو نكتو وأما نحو إطيلين وحبيرين بفرس مثالي بودو وصفانه هنا وتو أوان مثال هنا وبواني انتخاب كدوا بوي بيت مقدمة بو أقصي دوايا كدلا ولا سالس لهما بيت مقدمة براغان دني أأو مطلبك أوانا دا صفاتان دا هر ودوانا عن وينيا بيان لي دبي بيان لي زاباش عملا ساليس يانيا متوجه بوي بوي انتخابي كدو مثال بوان بينيتوا بو مقدمة راغان دني أو فائدهيك أو فائدة جوية لصفاتان هر ودوانا عن أو وقتي والمراد بنحوهما ما كان على وزنهما أو وقت يدي نحوهما كش معناه كي صحيح ده بيه نحو أوانه يعني أوي لسر أوزني بيه خوا اسم بيه صفة بيه يدي وقت النحو كان لازم نقبلني ونحو فرضية نحو أو دوانا نحو أو دوانا هرسي لسر أوزني بيه نحو أو دوانا يا نحو أو دوانا إتباعي تدا درستا فرعي واحد هي كأوي جوا ساكني بكي عينك دو هذا أو دوانا سالس يعني نينشي أو وزن سالس يعني أرسل سر وزني بها رودوانا تمام؟ أوش معنى لدانا ويك بو أو متني معنى لدانا ويك دي كشهيا وقيل المعنى لا ثالث لإبلين باللام وبلزين في جواز تسكين الوسط لوجوب التكلم على الأصل وحده فيما عداه قيل الشيء أوي معنى كله هر إبلي بإبل دانا ونك بإبيت كمصحف بو تصحيف كرابي وبو بيت إبل هر دلا إبل متنكا ولي منظوري لويا ساليز بو إبلو بلي زيني دويدا كجائز بي ساچيني بكي ولا ساليس لهما ساليس مانيا دلا نحو إبلو بلي زي درست ساچيني بكي عينكي سيومي چاني كبكري ساچيني بكي نك سيومي عند سر أوزنينيا
هيا لسر أوزني ولي جائزني ساكن بكري هرو دوانا ساكن دكرين أو عندي هل لسر لغة أصل قيد يخلن لنا أوش معنى اليدان ويكا حاليبون بلا آه. ساليس يعني دوي داك جائز بي ساكن كي وسط بكري وسط كي ساكن بكري شوكا دواني دي كدا تكلم لسر أصلك واجبة لوجوب التكلم على الأصل وحده فيما عداها بويا ساليس يعني شن تكلم لسر أصلك فقد لسر أصلك واجبة دما عدا أو دوانا دا دي إيدي كمان هي أما دوان دا تسكين دروزنيا هر دبي تكلم لسر أصلك بكري شاكا لوجوب التكلم على الأصل وحده فيما عداهما مما كان على هذا الوزن أوش معنى لذا نويك نقطة شاكا دي وأورد عليه مع عدم الدليل على هذا التخصيص أن لفظ النحو من المتن ينافيه لدلالته على أن كل ما يوازن المثالين يوازن المثالين يأتي فيه هذا الفرع اعتراضي لجرا ولو معنى ليدانا ويدو مش سوى مجوبه معنى يستيوم باعتراض وارد كرا وتسري أولا دليل يقني لسر أوي كأو ساكن كرني مخصوصي أو دوانا بكي الله يهرى دوانا ساكن دكرين أواني ديكا ساكن ناكرين هر دبيل سر أصلا كي خوان بكدرينو چهو هذا الله ده چهو دا كتراوا ونيا أو أهلي لغات أو سعلبيك أو سيبوي هيك أو چاكا مالويراني چي ديكا كز نكتو هر دوانا ساكن دكرين واندي ساكن كرنيان دروزنيا أخذ دبي دليل تبي نقل لخلقي ونيا أولا لا دليل لسر أويكا ساكن كرنكا اختصاص بدري بودوانا مع أويكا أو دليل لسرنيا إرادة جدي شيء لسري أبيج أويا أخذ نحو كيس ليبكين نحوي إبلو بليزي يجوز فيهما أوا نحو كيني هر أو خواقا هر أو دوانا باندي كود وإبلو نوبليزون تيان دا جائزة الله إبلو بليزي دي نحوي ندينا حالي بوي نحوي إبلو بليزي أوا يعني تداد درستا يعني هرشي لسر أوزني بي أوي تداد درستا أي شون وأورد عليه أن لفظ نحو من المتن ينافيه لفظ نحو لمتنك منافي دقلو معنى لدانا أو تخصيص دانا تمام؟ أولا دليلنا لسر تخصيصك ثانيا لفظ نحو منافاته هي دقلو تخصيصي لم يركب تخصيصي برنو ينافيه إيش لبن يبنو سن إيش لبن تخصيصه شو كان نحوك معناه وياها تشي وق أو أنا بي أو تسكيني تداد روسة شون حاليبون جابوا منافاته إذا قالوا تخصيصه لدلالته على أن كل ما يوازن المثالين يأتي فيه هذا الفرع شو كا أو نحو أو إذا جيني كهرشي ها وزن بيدا قال إبلو بليزي شاك أو فرعي تدا ديتا زي كساكن كرنك يا لوش حاليبون بلى دي أبي ديكا وقيل المعنى لا ثالث لهذين الوزنين وهما الأصل والفرع الوارد بتسكين الوسط في جميع ما كان نحو المثالين في الوزن والمقصود أن لهذا البناء فرعا واحدا فقط وأورد عليه أن نحو عنق بضمتين أيضا ليس له سوى فرع واحد فما وجه ترجيح نحو إبلين بالتعرض لذلك أوج معناه شوارم ونيا قيلي سيوم دقل معنى لدانا ويخومان دبيتا معناه شوارم ونيا قيلك دقل معناه ولا ساليس لهما تاكا يعني أو دو وزنان ساليس يعني أصلكش وفرعكش فعل وفعل هم بأصل وهم بفرع وكساكن دكريا ساليسيانيا يعني فرعي جدي كينيا هرو يك فرعي هيا دلا أو أصلك أو إيش فرعكي أو أصل فرع ساليسيانيا يعني فرعي جدي كمان نبا وانا وببيت ساليس حالي بون حالي سهيل
وقيل لا ثالث لها المعنى لا ثالث لهذين الوزنين وهما الأصل والفرع والفرع الوارد بتسجين الوسطيك أو دو وزنان إيشان أصلكي إيشان فرعكي كهاتو بتساكن كرني وسطكي تاكا ونيا في جميع ما كان نحو المثالين في الوزن تاكا ثالث يعني الدهم مشتيك لسر أو دوان دابن يعني أمن نالم هموش تمان لسر أو وزنانانيا يا تمان لسر أو وزنانانيا كيف خوية زوري هي كمي هي اسم صفتا باسي وم نكردو من نالم أو دو كلمان ثالثي كأنيا دلين أو أزن أو وزن أصلا أو وزن فرعا ولو هزار كلمة لسر أو دو وزنان بن لسر أو وزني بن ثالثي يعني يعني فرع جدي كبو أو أصل فرعينيا والمقصود أن لهذا البناء فرعا واحدا فقط تاكا مقصود ويك أو بناء يكفرعي هيا كيكفرعي هبو بخوي وبفرعك هيا وساليسي كانيا وزني كدي كاني يعني فرعي كدي كوجودين أوش معنى لدانا ولا ما جاتني مقصة بلكا وأريد عليه أريدنا أريد عليه أن نحو عنق بلمتين أيضا ليس له سوى فرع واحد فما وجه تخصيص ترجيح نحو إبل بالتعرض لذلك أوجه اعتراض لسر أويا خوهر فعل وانيا نحو عنق جوايا فعل شريك فرعيه بولي نكتو ولا سالس لهما بولي روانا حاليوي نحو عنق جبدو لمان هل يك فرعي واحد هي كأوي شريك فرعي واحد هي دليلي تيا دير دا باسي فعل وفعل لكاد الله سالس يعني بولي نكتو سالس يعني دليل يقني بو فما وجه ترجيح نحو إبل بالتعرض لذلك دليل يقني بو ترجيح داني نحو إبل بويك أو باسيت يدا بكري أو باسو خواسه هرب أوينيا فعل جوايا هر يك فرعي هي ولا سالس لهما يا لا سالس لهما بخويو بأصلكي وبفرعكي ودبندو أوانج لا سالس لهما بولي وواي نكتو بولي رواد الله كوابو نابي معنى يوابي شنك أقام أوا منظور بالي وش دا ديكوت حالي بول زاوات سيشي ديكش أوا بخوي احتمال دادا نك خلق كتبيتي أو شوارانا خلق كتوني هل أو إدامي شواريني قربان؟ نا حالي بون؟ نا أو سيان إي خلقين إجشان ولا شواريني خلقين ونيا قيلة وقيلة 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 شوار معناه لداوة توهمو معناه خلقين بوخوشي معناه إيش ليدا داتوا للهما يكي دواش قصيشي دكاكا شهان ساترين لو احتمالاتانا جاء لي رباب أصبح رحمة الله علينا وعليكم الرحمة.